بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع سلسلة تمارين أطبق معارفي في التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية من برنامج السنة الرابعة من التعليم المتوسط، وبدون إطالة مع التمرين رقم 9 من الصفحة 52. إذن نص الوضعية أو نص التمرين يقول: أوازن المعادلات الكيميائية، أنقل المعادلات الكيميائية التالية على كراسك ووازنها. إذن هذه لدينا زنك مع حمض الكلور، يعني ذرة زنك مع كم فرد كيميائي من حمض الكلور ليعطي لنا شاردة زنك ثنائية، وكم كلور وكم هيدروجين. هنا للموازنة المؤشرات التي تساعدنا هي لدينا مؤشرين. المؤشر الأول هو الغاز المنطلق وهو ثنائي الهيدروجين، والمؤشر الثاني هو شاردة الزنك الثنائية. ببساطة، مدام الغاز المنطلق هو H2، سنأخذ هذا الرقم 2 نقسمه على 1 هنا اللي هو عدد شاردة الهيدروجين، نجد المعامل. إذن 2 تقسيم 1 يعطي لنا 2 خارج القوس، وهكذا نوازي المؤشر. وحينما نكتب هنا 2 تصبح 2 مضروبة في الاش و2 مضروبة في سي ال، أي 2 اش زائد 2 سي ال ناقص. حتما بما أن هذه الشاردة شاردة الزنك ثنائية وشاردة الكلور أحادية، حتما سيكون هنا 2 لكي يكون هناك تعادل كهربائي. إذن 2 سي ال في ناقص 1 تساوي ناقص 2 مع زائد 2 تصبح متعادلة، وبالتالي تكون المعادلة كما ذكرنا بهذه الكيفية مثل ما ذكرنا. المعادلة الثانية، هنا ننتبه إلى المعادلة الثانية كيف نوازنها. لدينا في المعادلة باء يقول لدينا 3 ذرات من النحاس تتفاعل مع 8 أفراد من هذا المركب الحمضي، أي وهو حمض النيتريك، 8 مضروبة في H زائد زائد NO3 يعطي لنا شوارد نحاس كم عددها، شوارد نترات كم عددها، شوارد أكسيد غاز أكسيد النيتروجين كم عدده، وجزيئات الماء كم عددها. هنا كذلك لدينا مؤشرات تساعدنا على الموازنة. لنلاحظ في المتفاعلات لدينا 3 سي، وفي النواتج سيكون نوع واحد من شوارد النحاس الثنائية. إذن 3 ذرات تتحول إلى 3 شوارد، إذن سنكتب هنا 3، إذن تخلصنا من مشكلة النحاس. الآن في المتفاعلات لدينا 8 آش، الآش ستجدها في الماء فقط في النواتج، يعني لديك فقط ماء، لا توجد مركب آخر يحتوي على الآش، لا غاز هيدروجين ولا شيء. إذن فبالتالي لدينا هنا 8 وفي النواتج يظهر 2، إذن نقسم هذا 8 على 2 يظهر عدد جزيئات الماء. إذن 8 تقسيم 2 سنكتب هنا 4، إذن تخلصنا من مشكلة الهيدروجين. بقي لنا الآن كيف توزع. الآن هنا المجموع 8 آن و24 هيدروجين أكسجين لأن 8 مضروبة في الآش 8 آش، 8 مضروبة في الآن 8 آن، 8 مضروبة في 3 24 أو. من ال 24 أو استنفذنا 4 أخذها الماء، بقي لنا المجموع 20، يعني هذا ال 20 أو ستكون موزعة على هذا القوس، على هذا الفراغ وهذا الفراغ، يعني مع الآن أو والآن أو 3. هذا ال 20 يتحكم فيها كذلك الآن الذي هو 8. الثمانية هل نوزعها بالتساوي 4 4؟ لا يصح، لأنك إذا وزعت 4 هنا و4 هنا سيصبح الأكسجين مجموعه لا يساوي 20، ونحن نحتاج 20 لكي تتوازن المعادلة. وبالتالي سنأخذ أقل عدد هنا هو 2 N O، نكون قد استهلكنا 2 أكسجين من ال 20 المتبقية، فتتبقى لنا 18. إذن 18 على 3 هذه هنا يعطي لنا 6، المعامل 6. إذن ها 6 هنا توازن النيتروجين وتوازن الأكسجين، واثنين هنا توازن النيتروجين وتوازن الأكسجين، 4 هنا توازن الهيدروجين توازن الأكسجين، وبالتالي
تصير المعادلة مثل ما ذكرنا إذن بهذه الكيفية. إذن 3 سي اي مع 8 أفراد من حمض النيتريك تعطي لنا 3 شوارد النحاس مع 6 أفراد أو 6 شوارد من النطرات، 3 مع 6 من النطرات لأن هذه أحادية نادرة. نعم، يعني هنا ينبغي أن يتحقق التوازن الشحاني والتوازن الفردي. نعم، لاحظ 3 مضروبة في 2 تصبح زائد 6 في الشحان الموجبة، 3 في 2 زائد 6، وهنا 6 في ناقص 1 تصبح ناقص 6. إذن هذا كذلك مؤشر آخر يساعدك على الموازنة، 3 في 2 تعطيك 6 يعني زائد 6، هنا ينبغي أن يكون 6 في ناقص 1 لتعطي لنا ناقص 6، وبالتالي يصبح هذا المركب متعادل كهربائيا. هنا هذا مركب جزيئي لا إشكال 2A، وهنا 4A كذلك هو مركب جزيئي لا إشكال. إذن المعادلة الثالثة بعجالة، كربونات الكالسيوم تتفاعل مع كم فرد من حمض الكلور لتعطي لنا كلور الكالسيوم وثاني أكسيد الكربون والماء. إذن كذلك لدينا مؤشرات للموازنة، ننطلق من النواتج، لدينا الهيدروجين هنا في الماء 2 نقسمه على 1 حتما سيكون هنا 2، هذا 2 مضروبة في الآش ومضروبة في السيال، إذن بما أن الكالسيوم ثنائي حتما تكون هنا 2، وبهكذا تصير المعادلة في حال التوازن. إذن مثل ما قلنا كربونات الكالسيوم، فرد واحد من كربونات الكالسيوم مع فردين من حمض الكلور يعطي لنا كما نلاحظ كربونات كلور الكالسيوم، معذرة، كلور الكالسيوم عبارة عن شاردتين سالبتين للكلور مع شاردة كالسيوم ثنائية موجبة وجزيء من ثنائي أكسيد الكربون وجزيء واحد من الماء. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حل أو إنجاز هذا التمرين. في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، وإلى الملتقى بإذن الله مع التمرين 10. إلى ذلك من الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.